لليوم الثاني على التوالي تحتشد هيئة التنسيق أمام الوزارات والمؤسسات العامة استعداداً ليوم الغضب الشعبي الذي يتزامن الأربعاء وانعقاد الجلسة التشريعية رداً على مشروع تشويه سلسلة الرتب والرواتب. في اليوم الثاني تجمع المعتصمون أمام مبنى وزارة الإعلام في الصنائع. ما يجري في مشروع سلسلة الرتب والرواتب هو انقلاب فعلي على وظيفة الدولة اللبنانية كدولة للرعاية الاجتماعية من خلال إلغاء نظام الوظيفة العامة في لبنان. بكرة مش بس يوم غضب، بكرة يوم الامتحان لهالسلطة السياسية. إذا بدها تكون سلطة سياسية تحكم بالعدل وألا بتكون مجموعة حرامية. وأمام وزارة المال نفذ موظفو التVA اعتصاماً قبل توجههم إلى مستديرة العدلية، حيث قطعوا الطريق وطالبوا بإعطاء الموظفين حقوقهم والزيادة على رواتبهم، رافضين أي زيادة على ساعات العمل أو أي تسوية على حسابهم. فليسمع الجميع، لن نتراجع ولن نعرف الملل. وأخيراً أقول ستبقى هذه المسيرة وإنها أيام بل ساعات، وستأتي الحقوق وننتصر. وفي بعبدة اعتصم موظفو قصر العدل مطالبين بإنصافهم ضمن سلسلة الرتب والرواتب وبعدم المس بحقوقهم المكتسبة. مشان هالمادة 24 هيدي والغاءها، لأن هي بمثابة إعلان حرب اجتماعية علينا، ونواجه ذلك بكل الوسائل المشروعة وعلى رأسها الإضراب المفتوح. التحركات وصلت إلى زحلة، حيث نفذ أساتذة التعليم الأساسي والثانوي والمهني وموظفو الإدارات العامة اعتصاماً أمام سرايا زحلة، داعين إلى أكبر مشاركة في اعتصام يوم الأربعاء في بيروت. يا زمر النواب كلكم آتون للحساب. ومن البقاع إلى الجنوب اعتصام مماثل أمام السرايا الحكومية تنديداً بعدم إقرار السلسلة التي طرحتها هيئة التنسيق النقابية. يجب أن لا يسكت الحق عن الباطل حتى لا يظن الباطل أنه معه الحق، ومهما قال الانتظار. إننا نجتمع اليوم وفي الغد من أجل هدف واحد هو العدالة. وتكرر المشهد نفسه في الشوف تمهيداً لتحرك الأربعاء، وسيكون التجمع أمام جمعية المصارف عند الساعة 11 صباحاً حرصاً على عدم تراجع الهيئة عن مطالبها.